مرحبا واهلا فيكم. الحقيقه علقنا، انا على الان يعني علقتين مثل هالعلقه بهالمره على الاقل. مره وقت كان في عوده للنظام والرئيس الى الجامعه العربيه، ومره ثانيه في سياق التقارب السابق السوري التركي. دائما لما يعني انظر الامور بقول ما راح يتغير شيء بالامور، او الحقيقه سياق الاحداث بيقول انه هذه التطورات بالنتيجه يتم قضم من صلاحيات الأسد وأضعافه أكثر، فبيكون في موجة. هالموجة مردة طبعا، في مؤيدين بيحاولوا أنه ما تبقى، وهي حلقة كتير ضعيفة اليوم ويعني ضيقة خلينا نقول، بيتحركوا وقتها في ضد هذا التوجه. وما بنكر أنه في حتى من يعني من هو محسوب على المعارضة وهو من هو ضد النظام الحالي، ضغري بدب الولي وبيبلش بيندب يعني في هذه المناسبات. وأنا هون بدعو أنه لازم نكون شوي متماسكين، ومرة تانية نتمسك بالسياق والحقائق عموما حتى ما نظلم أنفسنا. الرأي العام عموما في كل العالم هو يعني يعتمد على العاطفة بشكل أو بآخر، يعني تحرك العواطف بالإضافة للعقل. هلا حسب الدولة، كلمة دولة كانت مستقرة ودولة فعلية بيكون الحقائق لها دور أكبر، ولكن نحن السوريين أنا برأيي لازم نكون متماسكين أكثر، يعني نتعلم، لأن هذا الموضوع أساسي. أنا رح أقلكم وهذا الموضوع ما بيتعلق أبداً بالعاطفة، هذا بيتعلق، اعتبروني أنا شخص أنتم كلفينه يقرأ لكم ويشوف أمثلة ونماذج من التاريخ القريب والقديم أنه كيف الأمور تتطور إذا كانت تشبه الحالة السورية. أنا بدي أقلكم حكم ديكتاتوري ولا مو ديكتاتوري، إذا الشعب ما عنده قبول في السلطة مهما تكون هذه السلطة، لا يمكن هذه السلطة أن تستمر في الحكم. يعني الموضوع بالنهاية متعلق فينا نحن، يا منقبل يا ما منقبل. فنحن إذا عند كل يعني تحرك، نظام اليوم في أضعف حالاته، ولا رح نحكي بهذا الموضوع، اليوم أضعف بكثير مما كان عليه بال2011 بال2020 بال2022. فنحن إذا أي تحرك، إذا زيارة من وفد تركي إلى سوريا التقت مع وفد عسكري، بدنا ندب الولي ونقعد نندب ونقول راحت علينا وسلموا الأتراك وسلمونا العرب يعني فهذا هو أكثر ما يعني يريده النظام، بأنه يعيد يكسب الرأي العام لطرفه ونكون نحن عم نساعد فيه. أنا ما بقول نتجاهل الحقائق مثل ما بتجاهلها النظام يعني ونعيش بالخيال، ولكن على الأقل نكون متماسكين، وأنه فعلا نعالج المعلومات يلي بتيجينا، و خلينا نقول نفكر شوي بالضخ يلي بيكون البروباغندا يلي بتيجي تجاهنا في مثل هذه الأمور. أنا بدي أسأل سؤال، يعني ما رح كتير يعني أحكي بهذا الموضوع اليوم، ولكن رح أكرر الفكرة مرة عن مرة لأنه هو مضر الاستسلام. يعني بعد كل هالتضحيات اللي قدموها السوريين، ما معقول تحرك صغير يهزمنا ونحن أنا برأيي على أبواب الانتصار، يعني بمعنى أنه ننجز التغيير السياسي. يلي لسه متمسك بفكرة إعادة تعويم الأسد، أنا بدي أسأل سؤال واحد، شو ناطرين؟ هن شو ناطرين؟ إذا يعني نحن هي النظرية، هلأ عم نحكي عن تركيا، تركيا بدها تعومه، والولايات المتحدة الأمريكية أساساً دعمته، وإيران وروسيا هن حلفائه، طيب شو ناطرين؟ ما يرجعوا يسلموه كل الأراضي ويسلموه السيطرة وخلاص يرجع مثل ما كان قبل 2011، ليش كل واحد متمسك بالقطعة يلي هو موجود فيها، ويوم عن يوم يتم قضم صلاحيات ويتم قضم مناطق سيطرة أكثر من نظام الأسد. يعني هلأ قبل شوي حكيت، إذا نحن قارنا وضع الأسد، ما بدي أقول 2011 2020 اليوم أفضل ولا 2020 أفضل، 2021 2022 تذكروا بالقمة العربية بالسعودية وتذكروا بالقمة العربية بالبحرين، يعني أنتوا خدوا في الفيديوهات موجودة لحاله، يعني الصورة واضحة وجلية. هو السياق وهذا اللي حكيت عليه مبارح أنه هو من سيء إلى أسوأ، يفقد السيطرة بالتدريج. يعني إذا بدنا نحكي بالوقائع، مثلا نحن بال2024 السويدة ما أنا معه، كانت بال2023 السويدة خلينا نقول ما بدنا نقول معه، ولكن يعني ما كانت متمردة عليه. بال2023 كان كل يعني العرب في الظاهر يسعون لجذبه ولكي يكون في الجامعة العربية ولكي يفعلوا خطة الخطوة خطوة، اليوم بنشوف تقريبا في قطيعة.
طيب إذا بدنا نحكي على الأتراك، ما نفس السيناريو نحن عشناه قبل ما صلنا سنتين، يعني نفس السيناريو يلي عم بيصير اليوم محاولة تانية، ولكن بعد كل محاولة بنشوف الأسد عم يفقد من نفوذه وسلطته وصلاحياته. لهلا السياق بهذا الاتجاه. أنا ما بدي أقول اليوم خلاص كل الناس تسلموا، طبعا القليلة نشوف أنه السياق انعكس، يعني نحن عم نشوف أنه الأسد يضعف بالتدريج. لو كان بده يعوموه طيب ما رح يعوموه دفعة واحدة، بده يعوموه على مراحل. طيب ليش ما عم يكون المسار معاكس؟ أنه والله اليوم مثلا لو كانت السويدة مانا معه وصارت اليوم معه، لو كان مثلا هو ملاحق أو في بالإعلام وفي المحاكم كان بأوروبا وبالولايات المتحدة الأمريكية كان في تحركات ضده وتم يعني صمتت هذه التحركات، لو كان البعثات الدبلوماسية تنعته بصفات اليوم امتنعت، طب ما في أي شيء من ذلك. وبالتالي أنا يعني حابب ألمس دليل بالعقل أنه يعاد تعويمه. ومرة تانية أنا مرة تانية اعتبروني موظف عندكم لكي أقرأ الوقائع وأقارن النماذج. بالنسبة إلي حسب أنا جهودي المتواضعة، ويلي عنده جهود يعني مو الموضوع بالعواطف يعني والمسبات والشتائم، يلي عنده أي حالة مشابهة لحالة الأسد أعيد تعويمه في منطقتنا أو غير منطقة خليه يبعث لي لحتى نعتمد عليها. ولكن هو مات سياسيا، يعني هو الموضوع هو في حالة الزوال. هلا ليش هي الحالة عم تطول؟ هذا الموضوع حديث طويل، وحكينا باختصار هو لترتيب الأمور لما بعد مرحلة الأسد. ما رح أحكي أكثر من هيك، ولكن وجب التنويه اليوم ما رح أحكي أكثر من هيك، ولكن بدي أرجع مرة تانية. أنا من واجبي أنه بشكل أو بآخر أنا ماني موجود لحتى أكون بالعاطفة مع جميع. طبعا أنا متعاطف مع جميع، وأنا بتفهم لا شك أنه أنا بتفهم الزعر يلي بيصير عند الناس وقت يكون في أي خطوة شوي هيك خارجي عن السياق، ولكن أنا من واجبي أعيد الأمور إلى نصابها وأضع الحقائق أمامكم لحتى يكون حكمكم يعني أكثر واقعي. على سيرة العاطفة، هذا أو هي التغريدة كتبتها بعد ساعات من إعلان عن عملية 7 تشرين. كتبت: أرجو ألا تأخذكم الحمية، أنا شفت الناس كثير فرحانين. ما يجري اليوم في محيط غزة خطير وقد يؤدي إلى نتائج كارثية على ما تبقى من الشعب الفلسطيني. قد تكون الأمور عكس ما تبدو عليه بعض الروية والتفكير فيما يحدث. أنا هذا اللي بدي، يعني الواحد يفكر مو دغري. معظم يعني التعليقات تقريبا 400 تعليق كلها أجت ضدي، لأن الناس فعلا عاطفين والناس مأهورين وأنا مأهور، وبدنا شيء يعني ياخذ لنا بتارنا يشيل الظلم عنا. ولكن الواحد بده يفكر قليلا. اليوم قديش نحن نبعد؟ تقريبا يعني صار 9 شهور والنتائج هي عم تطلع قدامكم على الشاشة. هذا الشيء اللي عم يصير على الواقع في غزة، وهذا الشيء اللي لازم نحن ننظر له. فالواقع شيء والرأي العام ويعني اللعب على العواطف شيء آخر. في حالتنا هلا في مرة تانية الدول المستقرة ما في مشكلة، يعني حتى بيساعد أحيانا شحن العواطف لتمرير بعض القرارات يلي بتصب في مصلحة الدولة بشكل أو بآخر. ولكن في حالتنا كل ما استقطبنا ناس إلى العقل بيكون أفضل لحتى ما نكون ماشيين مع التيار، لأن هذا التيار عم يستغلوه الأعداء لحتى يضروا بمصالحنا. فاليوم اللي عم يصير طبعا مناسبة الحديث أنه تخيلوا بعد كل ما جرى اللي عم تشوفوه على الشاشة مرة تانية، نعرف نحن حزب الله وكل الميليشيات التابعة لإيران. إذا منقلكم شو العنوان العريض يلي يعني هي متواجدة فيه، يعني نحن بنقول ليش يا أخي إيران متواجدة على في سوريا وعلى حدودنا، شو بدها مننا؟ يعني هي تروح تلتقي بحالة بيقول لك معركتها مع إسرائيل وتحرير القدس وتحرير. تخيلوا أنه أنتوا 9 شهور مثل ما شايفين مرة تانية على الشاشة، تم تدمير قطاع غزة تقريبا بشكل كامل وحشر ما تبقى من أهالي غزة، أهلنا في فلسطين الله يكون معهم في رفح، وواضح أنه المشروع ماضي إلى نهايته. مبارح بالليل فتحت على قناة العالم قريت عنوان إسرائيل سقطت. أوف ليش إسرائيل سقطت؟ قال شو نصر الله بعد هدهد فوق حيفا. شو هدهد فوق حيفا؟
طلع يعني طيارة صورت بعض المواقع، طيارة مسيرة بعض المواقع. إذا ما بدي بالغ تقريبا 70 أو 80% من التغطية الإعلامية الإيرانية على هالهدود. وليش سموه هدود؟ ما بعرف ليش مو يعني صقر أو عقاب، هدهد هيك لطيف يعني. هي في رسالة على فكرة للطرف الآخر أنه نحن بعتينه بس هيك يعني يتمشور ويصور له كام صورة ويرجع. نصر الله يلي كان يطول ويقصر يعني خلال خطبه على مدى 25 سنة الماضية ويهدد، ونعرف وحيفا وما وراء حيفا ومن هالحكي ومن هالكلام، وموجود هو وإيران من وراء وكل الميليشيات الإيرانية في المنطقة تقريبا. يعني نحن والله بنقول في اشتباكات وفي يعني مناوشات بين الطرفين، ما كان هذا المأمول يعني أمام الحدث العظيم اللي عم بيصير بغزة. كان المأمول بحسب ما رفعوا شعارات من إيران ويعني أذرع في المنطقة يكون تصرفها غير هيك لحتى نصدقهم. بعد 9 شهور قال بيطالعوا لي هدهد فوق حيفا، بيصوروا حيفا. طبعا إسرائيل كمان هون الموضوع مراجعة التجارب. امبارح حكينا عن حرب 6 أيام، حرب حزيران. هلأ إسرائيل بتشوفوا أنه أي قالوا هذا تهديد، وبتشوفوا بالصحافة الإسرائيلية، وهذا الموضوع الحقيقة صار بحرب حزيران. وقت عبد الناصر بعت قوات إلى سيناء وسوقت إسرائيل الأمر بأنه هو تهديد لأمنها، وقامت بعمليات في المقابل. يعني ربما تستغل، هلأ هو بيقصد ما بيقصد ما بعرف، ولكن إسرائيل تستغل هذا الموضوع، ما بتقول لا وبتخفف من قيمته، لا تهديد كبير، لأن بيكون مثل ما صار ب7 تشرين هذا تهديد كبير. يعني لليوم هي انه شوفوا شو صار ب7 تشرين، شوفوا شو سوت نتيجة هالعذر يلي حصلت عليه. نفس الشيء والله مسيرة طلعت فوق حيفا وصورت، معناتها هذا حزب الله بشكل تهديد كبير، معناتها هي صار عندها ذريعة لتقوم بعملية كبيرة في لبنان اليوم. هلا بتقوم ما بتقوم ما بعرف، هلا ممكن يكون في خطوات إضافية. من حيث النتيجة نصر الله شو عمل وحزب الله شو عمل، شو أثر بهذه الطائرة؟ يعني إذا للفرجة وأنه يورجينا مواقع، الله وكيلكم هلأ رح أحط لكم رابط جوجل إيرث. قال لك أنت عم تفرج، هاي جوجل إيرث، يعني في من الصور هاي ليك نفس السفن يلي صورها بنفسها وأوضح. طبعا أنا هون داخل كيعني مستخدم عام للبرنامج. هلأ إذا بتشتركوا بتاخدوا صور آنية ويومية وهي أوضح وأدق، وبيسلكم التغيرات. يعني الشيء اللي كنا عم نشوفه بتغير مواقع السيطرة هو من جوجل إيرث على فكرة. فيعني شو هالانتصار؟ أوكي أنه هي اخترقت الأجواء الطائرة، ماشي الحال، ولكن ماذا بعد؟ ماذا سينتج مرة تانية؟ النتيجة ما هي النتيجة؟ هل ستكون النتيجة أن تتذرع إسرائيل بأنه نصر الله أصبح يهدد أمن القوم وتقوم بعمليات نشوف بكرة لا سمح الله مصير مشابه لأهالي الجنوب كما يعني كان في غزة، بيكون نحن يعني انتصرنا بالهدهد تبع نصر الله، أم بيكون فعلا هو قدم فقط المبرر ولم يفعل شيء من حيث النتيجة؟ اللي بيضحك أكثر أنه ما كتبته لونا الشبل على صفحتها. طبعا لونا الشبل يجوز مو هي اللي عم تكتب، ولكن الصفحة بتمثل مثل وسائل الإعلام يلي غير رسمية، ولكن هي تدار من قبل القصر. حقيقة شيء يثير الشفقة. رح أختم بهذا الموضوع. لمن يسأل عن دور سوريا في الحرب القادمة، الإجابة لدى كتائب الاستطلاع ضمن فرق الجيش العربي السوري عن معنى كلمة الهدهد. يعني مو بس هني، حتى في دعم من كتائب الاستطلاع. يعني شو بعد كل المصائب نحن يلي عايشينها؟ طبعا هون ما حكينا بالقصف الإسرائيلي، لعمال اليوم الصبح كان في قصف ومقتل ضباط وفي سوريا. يعني هدول عم يقصوا هني، مو بس عندهم طائرات مسيرة، هني بيعرفوا مثل ما تبين بقصف السفارة الإيرانية الواحد إمتى بيفوت على الحمام وإمتى بيطلع، بس إنه ما بيحكوا بيدباهوا مثل نصر الله. فلاحظوا إنه نحنا كل القصف والقتل يلي عم بياكله النظام بالنهاية لحتى يحفظ ماء وجهه، تعلقت لونا الشبل من وراها النظام بهدهد نصر الله يلي طار فوق حيفا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.